يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشى تكسو بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه أين الرشيد وقد طاف الغمام به وحين جاوز بغدادا تحداه أين الرشيد وقد طاف الغمام به وحين جاوز بغدادا تحداه وطف ببغداد وابحث في مقابرها عن من رأى من بني العباس تلقاه وانزل دمشق وسائر صخر مسجدها من بناه لعل الصخر ينعاه هذه معام خرس كل واحدة منهن قد خطيبا فاخرا فاه إني لأعتبر الإسلام جامعة للكون فهو دين سنه الله.